مرحبا أصدقائي، لاختبار قدراتكم الذهنية والعقلية شاهدوا معنا هذا الشريط في نشط دماغك. اللغز الأول: إذا تركتني فمن المؤكد أنني سأنكسر، ولكن إذا ابتسمت لي فسأبتسم لك دائما. الإجابة: اللغز الثاني: ما الذي يمر عبر المدن والحقول ولكنه لا يتحرك؟ هل عرفتموني؟ إنها الطريق. اللغز الثالث: أنا دائما جائع وسأموت إذا لم يطعموني، وأموت لو سقوني. ما أنا؟ أنا الحريق. اللغز الرابع: الشخص الذي يصنعه ليس بحاجة إليه، والشخص الذي يشتريه لا يستفيد منه لنفسه، والشخص الذي يستخدمه لا يمكن رؤيته أو الشعور به. ما هذا؟ رجل ينظر إلى لوحة ويقول: أيها الإخوة والأخوات، ليس لدي أحد، لكن والد ذلك الرجل هو ابن والدي. من في اللوحة؟ هل عرفتم؟ اللغز السادس: فكر جيدا. يحتاج إلى هواء. ما أنا؟ أنا الحريق. والآن مع اللغز الثامن: ذهبت إلى طنجة وقابلت رجلا لديه 7 جوزات، لكل زوجة 7 أطفال، وكان لكل طفل 7 قطط، وكان لكل قط 7 قطط. كم مرة ذهبت فيها إلى إنها مرة واحدة. اللغز التاسع: لدي رقبة وليس لدي رأس، ولي ذراعين وليس لدي يدين. ما هذا؟ فكر، نشط، تمرن. إنه القميص. اللغز العاشر: له عين واحدة ولكن لا يمكنه الرؤية. ما
من أكون أو من تكون. أنا الإبرة. والآن مع اللغز 11، ما هو؟ المليء بالثقوب ولكنه لا يزال يحمل الماء. الجواب هو الإسفنجة. الآن مع اللغز 12، ما هو السؤال الذي لا يمكنك الإجابة عليه بنعم؟ سيكون الجواب هو كالتالي: هل أنت نائم حتى الآن؟ اللغز 13، أنا طويل عندما أكون صغيرا وأنا قصير عندما أكبر، ما أنا؟ إذن أنا الشمعة. اللغز 14، ما الذي يجب كسره قبل استخدامه؟ شيء لا نستعمله قبل أن نكسره. إنه البيضة.